السلام عليكم ورحمة الله. رح نتعلم عن كيفية وطريقة تغيير شفرة وكود حقيبة اليد التي تفتح عن طريق الكود مكون من 3 أرقام أو 4 أو 5 أو أكثر أو أقل. 000 هو الرمز الأولي، تفتح هذه بطريقة عادية، نغلق الحقيبة. هذا الزر الموجود بالحقيبة نضغط عليه بالاتجاه المعاكس، ثم نغير الرقم فرضا 3 3 4 1 3 4 1، ثم نصر. هذا هو الرمز الجديد، أي رقم لا يفتح ما عدا 3 4 1. شكرا للمتابعة.